لكن حتى النقطة دي غايبة عننا كلنا، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام في اللي بنعمله، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام اللي بنعمله. انا اسف اني بقول كده، انا مش بكلم كل الناس كده، بقول ان في كتير مننا ما ياخدوش بالهم وبيبصوا على الكلام ده يعمل ايه. تصوروا ان احنا لو انا هكسب نتيجة اللي انا بعمله ده، مش انا، مش انا، انا راجل بشتغل يعني، بس من ضمن احتمالات اللي انا بعمله ده ان البلد دي تتخرب ونجيب بكل حاجة، الفلوس برة وانا هسافر بعدها على طول ومفيش مشكلة يعني. بس انت اوعى تفتكر ان الموضوع انتهى كده، انت مش فاهم حاجة، انت مش عارف ان ليها رب، والرب ده قادر على انه يحل المسألة. مين؟ ربنا. ولا اي يوم في اللي فات كان عندي شك والله العظيم، واسألوا الحكومة لما كنت تقعد واضحك لهم بكرة تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل مين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كل ما استقامتنا تزيد وأمانتنا تزيد وشرفنا يزيد هيبقى الفضل أكبر والكرم أكبر معانا كلنا.